nigga got it bad cause I'm brown. أي على سلامتكم في حلقة جديدة من التركينة. الجمعة اللي فاتت كانت جمعة سخونة بين ضرب وإيقافات ومظاهرات وسلكتيفيزم وعارك بين المواطنين والنقابات الأمنية على الفيسبوك. هذا كله جرت قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوان اللي كان في الأصل اسمه قانون زج الاعتداءات على القوات المسلحة اللي تحط على الطاولة برجوع مجلس النواب. القانون هذا عمل برشا بوليميك وبرشا ناس جات كونترو وحكيت على الفيسبوك وهبطت حتى للشارع باش تضغط إنه ما يتعداش. يا أخي النقابات الأمنية كيف تجندت على الصفحات نتاعها في الفيسبوك باش تشهر بالمتظاهرين وتغلت الناس وثلة من البوليسية هبطوا في المتظاهرين فركة وصابون. الحكاية أعمق وأكبر من هكا برشا، وعلى ذلك برا جيب شربك وإيجا إركش خلي بفرك الرمان. نرجع بكم ل 14 جام في وقت اللي بن علي قطع العام هذاك. انا عمري 16 سنه وقاعد في الدار بما انه لا فما قرايه لا حتى شيء. الثوره ماشي في ثنيه صحيحه، بعض من الناس هبطوا في شوارع تونس الكل بين ضرب وغاز وجري من الحاكم. وقت البوليسيه هما بيدهم هبطوا للشارع وطلبوا السماح من الشعب على خاطر قالوا اليوم كان محكوم فيهم ومأموري. نفس الحريه مقعد كان درا قدام شهر وقت الناس هبطت الظاهر في القصبه واحد واستقبلوهم بالمشتى والمطراك وكيف كيف القصبه 2 والقصبه 3. هاوخي مش في بالي مشي زمان الضرب والتهنتيل. برا نقولوا ما صارتش انتخابات والسيستم مازال في اخر ايامات. بعد انتخابات اكتوبر 2011 الشعب اختار شكون باش يحكمه وطلعت الترويكا اللي شدت 3 سنين واللي مرينا منها كان الخير. في الثلاث سنين دوما الجهاز الامني كمل يقمع ويضرب والمنظمات الحقوقية ترشم. برشا ناس مازالت تتذكر نهار 9 افريل 2012 وقت اللي ما خليوش الناس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. البوليسية فشخت المواطنين ومعاهم ميليشيات قراب من النهضة. من اهم جرائم البوليسية وقتها قمع المحتجين في سيديانا وضربينهم بالرش اللي وصل لعمي عبيد وخسرهم في عينيه. نفس القمع هو بيدو تواصل بعد ما طاحت ترويكا عن مهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشيد حتى يكشيل تو. اما مش كان قمع التحرك الاحتجاجي والضرب في المظاهرات هو اللي تواصل، اما حتى التعذيب اللي من جرته برشا ناس ماتت في مراكز الايقاف. التو مازالت فما حالات وفاه مستغربه وحالات تعذيب في مراكز الشرطه والايقاف حسب تقارير منظمات حقوقيه محليه ودوليه، كما صار مع عبد الرزاق السين نصاب على روحه لا عمت لا يديه لا ساقيه، اما وقت اللي تعارك مع البوليسيه وهزوه للمركز وين توفى نهار 8 جوان 2018 وكي جاو يشوفوا يلقاه وجهه مضروب وبدنه مرضرض، معناها تضرب في المركز وتوفى. وقتها منظمات حقوقية ندد بالحالة ذي وبرشا حالات أخرى تشبه لها. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خرجت تقريرها في مايو 2020 اللي حكيت فيه على برشا تجاوزات يعملوا فيهم أعوان الأمن في مراكز الشرطة ولا في مراكز الإيقاف. سوء معاملة وإهانة وسبان وشتم. وثم موقوفين مضروبين ومجروحين ما يعملوهمش حتى الإسعافات الأولية. بخلاف تلفيق تهمة هضم جانب موظف عمومي بسبب ولا من غير سبب. وكان باش نحكيو على التجاوزات البوليسية لازمنا نتفكروا واش عملوا مع عمر العبيدي الله يرحمه اللي تفرجوا فيه يموت وما عملولو شيء. نهارتها 31 مارس 2018 عمر العبيدي قطع بعد عركه في الفيراج وخرج هو واصحابه ينشدوا جرتهم البوليسيه وتلزي طيش روحه في ويد مليان بحذا ستاد رادس باش ما يتشدش. اما عمر ما يعرفش يعوم واخر كلمه سمعها والبوليسيه تفرج فيه وهو يموت هي تعلم عوم. برشا بوليسيه عملوا تجاوزات وتشكي به وتعديوا للقضاء، اما كيف في اي قطاع يمشيوا بمثل انصر اخاك ظالما او مظلوم. وفي كل قضيه تجبد فيها بوليس تخرج لنا النقابات الامنيه تحتج وتدافع وتوصل حتى تعمل ضغط على القضاء. واكبر مثال اللي حصروا محكمة بن عروس مرتين بالسلاح والكراه زملائهم يخرجوا كأنه ما صار شيء. النقابات هذو متعاملوا بعد الثورة بعد ما خرج مرسوم في 25 مايو 2011 يعطيهم الحق انهم يعملوا نقابة ويدافعوا على رويحهم ويخرجوا حتى يحكيوا في الاعلام. ومن وقتها طلعوا برشا نقابات من اتحاد نقابات القوات الامن التونسي للنقابة الوطنية القوات الامن الداخلي نقابة الامن الرئاسي النقابة متاع درشنية وما عادش عارف اسامهم جملة. كيف تخلقوا نقابات ما عادهاش وجود بخلاف الاسم اللي بعد ولا تحويل بتاع ابتزاز ورشوة وتصفية حسابات سياسية. اي واحد يتبع الممارسات البوليسية يعرفوا انه بعد ما تكونوا النقابات ذوما القاو غطاء قانوني باش يتغولوا اكثر. النقابات ذوما عملوا برشا تحركات واحتجاجات باش يبدلوا قيادات امنية واطارات في وزارة الداخلية وباش يحسنوا زادة وضعيتهم المادية اللي مقارنة ب 2010 تحسنت بالقداء من منظومة التأمين لمنحة الخطر للمنحة الخصوصية للمنحة الاستثنائية. من الاخر بين 2010 و2016 ميزانية وزارة الداخلية زادت ب 63%. في 2011 وقت البيجي كان رئيس
رئيس حكومة هدد باش يحل النقابات هذوما وصف البوليسية بالقرود. قرروا النقابات البوليسية يعتصموا قدام الداخلية وفي القصبة في سبتمبر 2011. النقابات هذه انخرطت بشكل أو بآخر في العمل السياسي، خاصة في عهد الترويكا، وقت اللي رفعوا شعار ديجاج قدام الرئاسات الثلاث بعد عملية قبولات في أكتوبر 2016. وفي فيفري 2016 اقتحموا رئيس الحكومة في عهد الحبيب السيد باش يطالبوا بتفعيل زيادة في الأجور اللي كانت بين 400 و700 ألف. النقابات تسمي الاقتحام هذا ثورة أمنية، أما هو في الأصل تبوريب على الدولة ومؤسساتها، والدولة للأسف قاعدة تتفرج فيهم، وهذا اللي زاد في التبوريب نتاعهم. ومن الآخر حاجات اللي ضربت عليهم النقابات هذوما هو مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوان، واللي كان في الأصل اسمه زج الاعتداءات على القوات المسلحة، اللي بدأ يخدم في 2013 بعد ما اعتصموا قدام الداخلية وحبوا إنهم يتحموا من الإرهاب. القانون تصب في 2015 وقعد يتجبد كل ما تصير عملية إرهابية، وآخرها الجمعة اللي فاتت. أما في كل مرة منظمات وجمعيات يقف كونتر القانون هذايا على خاطره يعطي حصانة خاصة للبوليسية على المواطنين ويسهل رجوع دولة البوليس. أهم ما في القانون هذايا هو الفصل السابع اللي يحمي الأمنيين من إنهم يتحاسبوا على الغلطة نتاعهم حتى كان الغلطة هذايا توصل حتكشي للقتل، ويمنع المواطنين من حقهم في النفاذ المعلومة ويحد من حرية الصحافة. دولة البوليس اللي بناها بالعلي ورد الجهاز الأمني أداة من أدوات السلطة باش يرهب بها الناس ويتغلغل أكثر في الحكم. المعروف على بن علي إنه كان عسكري وبعد تعين مدير عام للأمن الوطني عام 77، يعني من الباك جراوند بتاعه تنجم تفهموا كيف يرد من البوليسية والحبوسات وحتى القضاء أدوات باش يحكم في المعارضين بتاعه ويقمعهم. حسب تقرير هيئة الحقيقة والكرامة فإن وزارة الداخلية صاروا فيها أكثر من 13500 حالة تعذيب، من غير ما نحكيوا على جهاز أمن الدولة اللي كان يستنطق المعارضين، وين يصيروا فيه الانتهاكات والتعذيب وتقليع الظوافر والضرب بخلاف الإهانة والسبان وتطيح الخضر، والبوليس السياسي اللي عبارة دولة في وسط دولة، وما يحكم فيه كرئيس الجمهورية اللي يستغلوا لمصالحه. الجهاز هذا يخدم في السكريت وحتى حد ما عنده رقابة عليه، ما غير ما ننساو المخبرين والمرشدين ولا بعامية مثلنا القواد اللي كانوا يتحطوا في كل حومة باش يهزوا ويسقسيوا على أخبار الناس. هاو شفناه يصلي في الفجر، هاي فلانة عاملة اجتماع وتفرق في الأوراق، هاو فلتاني برمج باش يعمل مظاهرة. أما أكثر إجراء قمعي كان في وقت بن علي للعبيد اللي كانت تخرج من الحبس وتحب تتنفس الحرية. الإجراء القمعي هذا كان اسمه المراقبة الإدارية، اللي أي واحد يخرج من الحبس لازم يصحح من 5-8 مرات في برشا مراكز بعض على بعضهم، وكيكا لا يخدم لا يعمل حتى شيء. قبل البوليس كان يعذب ويضرب ويهين المواطن خارج القانون، وهو كان منهم فيهم ويغطيوا على بعضهم وما يتحاسبوا. القانون هذا كان صادق عليه مجلس النواب بريط الضرب والتهنتيل والتعذيب باش يولي كله تحت غطاء قانوني. أما في 2020 وبعد 10 سنين من الثورة النقابات الأمنية هذه تحب تعدي قوانين اللي تعطي حصانة للبوليسية باش هكاك لا يتمسوا ولا يتحاسبوا، وكيك الجهاز الأمني كمل يقمع ويضرب ويهين، أما المرة هذه مش بأوامر من رئيس الجمهورية، أما على خاطر ولا الثقافة اللي البوليس هو اللي نجم يلعب بالقانون ويلفق لك تهمة ملحية ويعمل بيك كنت وجهه وكل شيء تحت حماية النقابات الأمنية اللي ردت بلادنا مش دولة أما ضيعة محروس. هذه كانت حلقتنا في تركينا، ما تنساش باش تحطوا جيم وتعملوا كومنتير شنو رأيكم في الموضوع، وأهم حاجة إنكم تعملوا سبسكرايب، وكان تحبوا تتابعونا على انستغرام، على انستغرام تاعي والانستغرام تاعنا، وين نشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.